للحديث أكثر عن إنجازات وتمكين المرأة بالمملكة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة لينا القحطاني، عضو المجلس التنسيقي للمرأة، رئيسة مبادرة تمكين المرأة قياديا. يسعد صباحك. أهلا وسهلا، صباح النور والسرور، الله يحييك. يا هلا وسهلا وصباح الوطن والأفراح. يعني خطى ثابتة ووتيرة متسارعة تواصل المرأة السعودية مرحلة التمكين غير المسبوق، قولينا وش هي أبرز المكاسب على مر هذه السنوات؟ في البداية أشكركم على هذا الاستضافة، ومن هذا المنبر أهني الوطن في اليوم الوطني، وأهني مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين موسم ولي عهد الأمين. بلا شك بأن المكاسب صعب أنها تحصى يعني أو أنها تعد بخلال لقاء بسيط مثل هذا، لكن خلينا نتكلم عن أهم جانب أو أهم النقطة اللي بارزة، هو رفع مساهمة المرأة في التنمية بشكل عام، أو اللي هي المساهمة التنموية في يعني وفق مؤشر مشاركة المرأة في التنمية في المحاور الخمسة، اللي هو المحور الصحي والتعليمي، المحور الاجتماعي، المحور الاقتصادي، المحور التنظيمي. يعني خلينا نقول إنه هذه رفع أو هالنسبة لابد بأنه سبقها مجهود، والمجهود هذا هو يتمثل من التسهيلات أو الدعم اللي قدمته الحكومة الرشيدة مع استجابة المرأة في استغلال هالدعم اللي تقدم لها. يعني خلينا نقول إنه جزء من التمكين في جانبها أو في جانبها القانوني، مثل استخراج جواز السفر، بدء العمل التجاري، قرار التعلم العمل بدون موافقة ولي الأمر. يمكن هذا أهم أو من أبرز القرارات اللي ساعدت المرأة أو سهلت لها اتخاذ قرارها اللي يخصها هي في اختيار الجانب اللي حابة أنها تساهم فيه وتشارك فيه في التنمية. يعني يمكن العديد من التشريعات والعديد من القوانين التي وضعت من أجل أيضا يعني حفظ حقوق المرأة، تمكينها بشكل أكبر، مساواتها مع شريكها الرجل. صحيح، ما في شك، لكن لما نقول إنه إحنا المرأة تبغى تشارك أو ترتفع نسبة مساهمتها ومشاركتها، ارتفعت يعني خلينا نقول إنه القرارات لابد بإنه لها أثر مقاس. مثل ما أنت تفضلتي إنه كان في تشريعات وأنظمة هي لدعم رفع نسبة مساهمة هذه المرأة، يتضح عندنا أثرها بأنه أصبحت معدلات مشاركة المرأة اليوم في سوق العمل وصلت إلى نسبة أكثر من 31.4% خلال الربع الثاني فقط من عام 2020. وصلت نسبة مشاركة المرأة في المنشآت المبتكرة اللي هو أهم جانب خلينا نقول في الاقتصاد نقدر إحنا نقيس فيه نسبة فعلا مشاركة المرأة، هي المنشآت اللي مبتكرة حاليا. المنشآت المبتكرة وصلت نسبة مشاركة المرأة فيها إلى أكثر من 15%، وهذا بالنسبة لنا يعني مؤشر جدا رائع، يعني أكثر من أنه رائع بأنها تكون مواكبة لهذا المنشآت المبتكرة. المساواة بنتكلم عن مؤشر أو خلينا نقول لو جينا نحسب يعني في النسب والتناسب، إقبال المرأة على الترشح في زي مجالس البلدية، مجالس يعني اللي في مجالس الإدارة في الغرف التجارية إلى آخره، نلقى أنه نسبة الإناث مثلا 14% نسبة أو خلينا نقول تمكنهم بين القطاع الخاص قريب جدا من نسبة تمكن الذكور من القطاع الخاص. نعم، يعني فرصة عظيمة أتيحت للمرأة السعودية، أثبتت فيها المرأة السعودية جدارتها في كافة المجالات. شكرا جزيلا لك يا عضو المجلس التنسيقي للمرأة ورئيسة مبادرة تمكين المرأة قياديا أستاذة لينا القحطاني، يعطيك العافية. شكرا لك يا أهلا.